كيريا ليسون، كيريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون ربورا، كيريا ليسون، كيريا ليسون، ارحمنا يا الله. كيريا ليسون نا، كيريا ليسون، كيريا ليسون، يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون، كيريا ليسون، اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون سون يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، ارحمنا يا الله. كيريا ليسون وارحمنا. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا قدوس قدوس رب الصبوت، السماء والأرض ملتان مجدك كرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أي الثالوث القدوس ارحمنا. أي يا رب الآب بأن الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوت وتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السماوي. هللويا فاي بيبي هو طيب شويس صامي يوف مارن سيلي لنتن ونوف مونن خير. I'm sure he's taken amen.
ام شويسك اسوت النن مويت افس مروت انجفي اسنيو خين فران ام شويسة اللي مبشرين بابن ومشؤوم أنوت وعوت فزمرعوت شبنوت بيوت بيبان تكراتور آمين فزمرعوت شبنو جنيس شيريسوس يا خريسوس بن شوي آمين إذ مرأت الجبي نوم الصوام إمبارك لي Spetir agios, esios agios, en epnev magion amin. Logitos kyrios, o Theos estos, ionas amin. Es nos tiros mo epechois maroes mo erofen genileos tiro, Ja pefnaita groerini egon, o otimit miente epshoishov shane amin. Alleluia. Zung sabatri kei o ke agyob nevma. Ati kenin ke ai. Christos aeonas ton aeonon. Amin. Alleluia. Lili flugite. Ebi ebrosevsi estasite. Bechereus,
نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا عنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا، وأتت بينا إلى هذه الساعة. أطلبوا لك رحمنا الله ويترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا. يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. صلوا اليوم آباء القمامسة والقصوص والشمس القرص والشعب وضعفي، فليكن في مسجد القدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الواحدة الواحدة الجامعة رسول الاثنى عشر رسول الناظرين مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطير القديس واسمعنا الاسقرس القديس نصر رسول القديس بصر كان وشهيد رسول القديس حرس القديس بسر الغرس من أفواة 318 من أفس ويسكتنا باب الأنبا تادروس شيك الأنبا الأنبا مكاري فما بين في محقق نبارك مجدا أيها الآب والابن أنا كل لها أمين في صامين كنتو ابن أماتي Oh, say.
Άρχος νέμπι εμπνευμάει σωέ και ακή εξωτή εμπών αϊνά. من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين بركاته على جميعنا أمين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو ما هو للرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة. أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملقي صدق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامناً لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، قد أخذ كهنوتاً لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضاً إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولاً عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة، إذ قدم نفسه، فإن الناموس يقيم أناساً بهم ضعف رؤساء كهنة. وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابناً مكملاً إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضاً شيئاً يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهناً، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها كما أوحى إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: انظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضاً لعهد أفضل الذي تقرر بناموس مواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب الموضع ثاني، لأنه يقول لهم دائماً: هوذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً، لك العهد الذي قد أعطاهم مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب: أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلا: اعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني فأغفر لهم ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد، بقولي: جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشغف فهو قريب من الفناء، نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا يا أبائي وأخوتي أمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالث بركاته علينا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أنا طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جداً إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعاً إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئاً من الأمم، فنحن ينبغي لنا أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. كتبت إلى الكنيسة، ولكن ديوتروفيوس الذي يحب أن يكون الأول بينهم لا يقبلنا من أجل ذلك. متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها.
حيث يهز علينا بأقوال خبيثة، وإذ هو غير مكتفي بهذه لا يقبل الإخوة، يمنع أيضاً الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب، لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الخير هو من الله، ومن يصنع الشر لم يرى الله. أما ديمتريوس فمشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضاً نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق. وكان لي كثير لأكتبه لك، لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم مع بعضنا فمن لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء. سلم على الأحباء بأسمائهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين. فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا، أمين. من بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد الإخوة في كل مدينة بشرنا فيها بكلمة الرب وكيف حالهم. وكان برنابا يريد أن يأخذ معهما يوحنا الذي يدعى مرقس، وأما بولس فكان يريد أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يأتي معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مغاضبة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وأقلع إلى قبرص، أما بولس فاختار سيلة وخرج وقد استودع من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في الشام وكيليكية يثبت الكنائس. ثم وصل إلى دربة وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة، وكان أبوه يونانياً، وكان مشهوداً له من الإخوة الذين في ليسترا وأيقونية. فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين كانوا في ذلك الموضع، لأن الجميع كانوا يعرفون أن أباه كان يونانياً، وإذ كان يطوفان في المدن كان يشترعان له مناموساً بأن يحفظوا الأوامر التي قررها الرسل والقصوص الذين بأورشليم.
فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. اليوم 22 من شهر أمشير المبارك، أحسن الله انقضاءه وأعاده عليكم وعلينا، ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفوري الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي. آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس ماروتا، أسقف 100 فرقين من بلاد ما بين النهرين. كان ماروتا فاضلاً عالماً، أوفده الملك ثيودوسيوس الكبير إلى صابور ملك الفرس لمفاوضته في أمر الهدنة التي كان يرغبان في توقيعها. ولما وصل إلى هناك علم أن للملك ابنة مريضة، فطلب إحضارها إليه وصلى عليها فشفيت، ففرح الملك بذلك. فلما وجد ماروتا نعمة في عيني الملك، طلب منه أجساد القديسين الذين استشهدوا في بلاد فارس، فجمع الأجساد وبنى لها كنيسة وسورا كبيرا حولها، وفيما بعد بنيت مدينة داخل هذا السور سميت باسم ماروتا. وبعد أن أكمل جهاده الحسن تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا. آمين. آجيوس أوسيوس آجيوس الشيروس آجيوس الصناتوس أكبر سينو جنيتي سيلي سونيماس Agios on Theos, Agios Esceros, Agios Asanatos, O Stavrotis Demes, Eleisonimes, Agios. Agios Esceros, Agios Asanatos, O Anastasik ton nekron ke anilson estos oran, Eleisoni mezzok sebetri keio, ke agiob nevmati kenin ke ai, ke estos eonaston eonon amine getries, eleisoni mezz. Slile flogite, Irene basi ketob nevmati so ayo sayyid rabbi yesu almasih ilahuna allazi khataba talamizah alquddisin wa rusul athar almukarramin qailan inna anbiya nu'abrarin kathirin ishtahu an yaru ma antum tarawun wa lam yaru وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكر في طلباتنا وتضرعاتنا التي نقدمها لك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فركضوا
يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. Cosumento agio evangelio. O tenjeves no yoch nevram shoy sentinigom. Kiri flugus honak tokata yon enagi evangelu tonanusma. Sasi kiere. بمخافة الله لنسمع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. يسوس بخرسوس بشير مفنوتي تونخ بيو نفشايني بيو فاب نوتي بي ساسي كيري من مزامي داود النبي بركاته على جميعنا. موسى وارون في كانته، صموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم، بعمود الغمام كان يكلمهم. ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي له المجد الدائم. آمين.
الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح، المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، وإذا ولدت الإبن لا تعود تتذكر الشدة لسبب الفرح لأنها ولدت إنسانا في العالم، فأنتم كذلك الآن ستتكبدون حزنا ولكني سأراكم أيضا فتفرحون، ولا ينزع أحد فرحكم منكم، وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم إن كل ما تطلبونه من الآب باسمي أعطيكم إياه، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا فتأخذوا ليكون فرحكم كاملا، قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانيتان، في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وأمنتم إني من عند الآب خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب، قال لو تلاميذه هو ذا الآن تتكلم علانيتان ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع الآن تؤمنون، هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصتي وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب كائن معي، قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الروح القدس الإله الواحد أمين. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل، هذا ما كتبه القديس يوحنا الإنجيلي
في سفر الرؤيا، وهو يصف ما رآه في السماء. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل. من هو الحمل؟ هو وصف الحمل بأنه قائم وكأنه مذبوح. مين هو القائم وكأنه مذبوح؟ مين هو الحمل؟ وصفه يوحنا القديس يوحنا المعمدان عندما أشار إلى شخص المسيح وقال: هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. الحمل القائم وكأنه مذبوح هو ربنا يسوع المسيح المصلوب والقائم في نفس الوقت، المجروح والقائم من بين الأموات. طوبى للمدعوين في عشاء عرس الحمل، هذا هو الحمل. ومن هم المدعوين؟ المدعوين هم اللي تبعوا هذا الحمل وخدموه وأطاعوه واقتدوا به وساروا وراءه، بل واتحدوا به وعبروا بحر العالم إلى الضفة الأخرى حيث الأمجاد السمائية، وهم يتمتعون هناك بشخص المسيح. ومن هو العشاء؟ العشاء هو الحمل عندما يقدم نفسه غذاءً لهؤلاء ويقول: خذوا كلوا، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. العشاء هو سر الأفخارستية، هو سر التناول الممتد من الأرض إلى السماء، هو الوليمة المعدة للمدعوين، هو غذاء الخلود ودواء الخلاص. طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل. يا بخت الناس اللي هيكون لهم النصيب إنهم يتغذوا بشخص المسيح في السماء. وهنا نتساءل: لماذا اجتمعنا اليوم؟ احنا جايين ليه النهاردة؟ جايين أولاً نتشارك مع أبونا وراعينا وخادم وكاهن كنيستنا الذي خدم ها هنا وخدمنا جميعاً 50 سنة، أبونا الحبيب القمص أخنوخ. إحنا شايفينه بعين الرجاء وهو من ضمن المدعوين إلى عشاء عرس الحمل، شايفينه بيكهن في الأقداس السمائية، شايفينه مع 24 قسيس ومع الملائكة ومع أرواح القديسين اللي كان بيحبهم وكان بيستعين بيهم في خدمته، شايفينه فوق هناك. فقلنا عايزين نتشارك معاه، عايزين ندخل معاه في شركة. طب ندخل ازاي في شركة؟ وايه الشركة اللي ممكن توصلنا ليه؟ فلقينا ان الشركة هي نفسها وليمة الحمل، ان احنا نتشارك معاه في الغذاء والطعام من شخص ربنا يسوع المسيح. عشان كده عملنا القداس ده، هو علشان ندخل في شركة مع أبونا الحبيب أبونا أخنوخ، علشان ناكل من جسد المسيح زي ما هو بيتغذى بالمسيح فوق. عشان كده جينا النهاردة إلى عشاء عرس الحمل الممتد من الأرض للسماء، سر الأفخارستية، سر التناول. كل ما نقرب للمسيح كل ما بنقرب لأبونا خنوخ، وبنقرب لكل حبايبنا اللي سبقونا، وبنقرب لبعضنا.
كلنا عاملين زي نقط على محيط دائرة، كهنة، شمامسة، شعب، كلنا نقط على محيط دائرة، واللي سبقونا أيضا نقط على محيط دائرة، ومنهم أبونا أخنوخ. ومركز الدائرة هو الحمل، هو شخص ربنا يسوع المسيح. كل ما بنقرب ليه بنقرب لبعضينا، وكل ما بنقرب لبعضينا كل ما بنقرب للمسيح. هو المركز ربنا يسوع. عشان كده جينا النهاردة نتناول من الأسرار الإلهية عشان ندخل في شركة مع أبونا أخنوخ. جايين نتشارك وجايين أيضا نتشابه. أبونا أخنوخ بيقول لنا زي ما كان بولس الرسول بيقول: تمثلوا بي كما أنا بالرب. وإحنا عايزين نتمثل بي. لما سمعنا الآية بتاعت طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل وشفنا أبونا أخنوخ من ضمنهم، دبت الغيرة جوانا وقلنا وإحنا كمان نفسنا إن إحنا نروح وناكل من الوليمة السمائية. نفسنا نبقى زيك يا أبونا أخنوخ وناكل من وليمة الحمل في السماء. إزاي؟ أعملوا زيي، اتبعوني، تمثلوا بي كما أنا بالرب. عشان كده احنا جايين النهاردة ثانياً وأخيراً علشان نتعاهد كلنا أن احنا نسير على نفس درب أبونا أخنوخ، أن احنا نتمثل بي. أبونا أخنوخ كان عنده مواهب الروح وكان عنده أيضاً ثمر الروح. مواهب الروح ليست للكل، لكن الناس الغلابة اللي زيي على الأقل يتشابهوا مع أبونا في ثمر الروح. وثمر الروح زي ما قال عنه بولس الرسول في رسالة غلاطية: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام إلى آخره. محبة، أول ثمر هو المحبة. قد ايه أبونا أخنوخ كان بيحب الكل، الفقير والغني، الكبير والصغير، الطويل والقصير، الكل. وأهم من الكبير والصغير هو البار والخاطي. محبة الخاطي دي هي أقصى درجات الحب. كان بيحب الكل، كان بيفتح حضنه للكل. والحب عنده كان تضحية وخدمة. مهما كان تعبان ومهما كان مرهق كانوا الناس حواليه قد إيه لما كنا بنشوف، ولا يكل ولا يمل من أنه يستمع وينصت ويعالج ويداوي بالكلمة الحلوة وبالنصيحة بالتوجيه بالصلاة. هذه هي المحبة، المحبة العاملة، محبة مش بالاسم ولكن بالعمل والحق. هل ممكن نتفق كلنا سوا إن إحنا نرجع ونجدد محبتنا للكل ونمشي على نفس درب المحبة اللي سار عليه أبونا أخنوخ؟ وإن كنا أولاد أبونا أخنوخ يبقى نعمل أعمال أبونا أخنوخ. المحبة والفرح، كلنا كنا بنشوف على وجهه الابتسامة البشوشة والمداعبة للكل، ويعرف يداعب الكبير والطفل الصغير. وحتى في السنوات الأخيرة لما اشتد عليه المرض كانت أيضاً الضحكة لا تفارق شفتيه، وكان روح البشاشة والفرح اللي بيقابل بها كل واحد والمداعبات اللي بيداعب بها كل واحد زي ما كنا فاكرينه. هل ممكن نمشي على نفس الخط؟ قد ايه احنا محتاجين في الزمن ده هو الفرح، الفرح اللي نقابل بيه بعضينا، والكلمة الحلوة اللي نفرح بيها بعضينا، والوجه البشوش والمداعبات مع الكل، واحترام حتى الطفل الصغير. محبة
وفرح. هذه هي باكورة ثمر الروح الممتدة. إذن جايين إن احنا نرضى نتشابه مع أبونا أخنوخ ونسير على نفس الدرب، جايين نتشارك وجايين نتشابه. ولو نسيت كل اللي أنا قلته افتكر الكلمتين دول، جايين نتشارك في الوليمة، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الحمل، جايين نتشارك وجايين نتشابه. ربنا يدينا. ختاماً بوصل ليكم اعتذار نيافة الحبر الجليل أسقفنا المكرم نيافة الأنبا مكاري، اتصل بينا امبارح بالليل. هو تعرفين كلنا أنه قد إيه حريص على أنه يشاركنا كل مشاعرنا وكل مناسباتنا، وجاء مخصوص من حوالي أسبوعين علشان يعزينا مخصوص إن هو صلى معنا قداس، والمفروض أنه كان جاي النهاردة لكن اتصل امبارح بالليل اعتذر لوعكة صحية. نطلب لي الصحة والعافية ويصللنا وإحنا شاعرين بوجود روحه معانا. بشكر أيضاً قناة ميسات، بشكر كل العاملين فيها على حضورهم النهاردة علشان يسجلوا القداس، بشكر كل العاملين فيها على رأسهم نيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية اللي الحقيقة تعب معانا ونشر النعي بمجرد ما قلنا له، ونشر أيضاً الدعوة للقداس. ربنا ينفعنا بصلواته. كثيرين محتاجين أن أنا أشكرهم، لكن هترك الميكروفون لجناب الآب الموقر القمص بولس سمعان كاهن كنيسة السيدة العذراء بشارع فيصل بالجيزة وشقيق أبونا أخنوخ علشان يقدم واجب الشكر لمن يستحق الشكر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. صعب على نفسي إني أتكلم عن أبونا أخنوخ، تاريخ كبير قوي، لكن أنا عايز أقدم شكر خاص ليكم جميعا شعب هذه الكنيسة المباركة الجميل، وكثيرين من اللي بيتابعونا دلوقتي لم يتمكنوا من الحضور. بشكر بصورة خاصة قداسة البابا الأنبا تواندروس لمشاركته لنا في هذا الموقف الصعب على نفوسنا. بشكر نيافة الأنبا أرمية مرة تاني لمحبته واهتمامه واتصاله وتعزيات السماء بعتها لينا، وأيضا قناة ميسات وجميع الخدام والعاملين فيها عشان يوصلوا هذه الرسالة اللي احنا فيها إلى أماكن كثيرة مشتاقين جدا إنهم يشاركوا ولم تسمح لهم الظروف لأسباب احترازية اللي احنا فيها، فهم مشكورين بيوصلوا هذه الرسالة. بشكر بصفة خاصة نيافة الأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية، وأيضاً الأنبا أنجيلوس أسقف شبرا الشمالية، والأباء المباركين اللي حضروا للمشاركة أتس أبونا استفانوس الأنبا بولا بنشكره جداً، أبونا داود شكري كنيسة الأنبا أنطونيو شبرا،
أبونا داود شكري العذراء الرحاب، أبونا يونان عزيز كنيسة قديسة ديميانا بولاء، وأبونا أنطونيوس إيليا كنيسة الملاك عياد بيه، وكهنة شبرا الجنوبية جميعا، وأيضا كهنة هذه الكنيسة قدس أبونا بشوي صدقي وجميع الكهنة المباركين واهتمامهم وحضور الجميع وصلواتهم المباركة لنا جميعا. بشكركم مرة تاني وأتمنى ربنا يمتعنا ببركة صلوات أبونا أخنوخ في السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. أنيتك نوم اسميني يسوع بنت باي إهو بأوي بأوي بفرق Tebe, Christos, Arbres, Vinere, Egonot, in Chosen, Epterentis, Eotokos, Marias, Ma, Ben Sotir, in Tifkan, in Novi, Nane, Voltobe, Memchoisere, Egon, Bias, Lovoros, and Martyros, Biagios, Abba, Mina, in Tifkan, in Novi, Nane von Jeffes Maroten Jeffiot nem Chiri nem Beb nem Mai Soem Titeria Sigike von Ten Ostem Mosten Tionas. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق ساولا في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاس بنت تألم وكبر وقام بالموت في اليوم الثالث كما الكرب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ملك انقضاء نؤمن بالروح القدس الرب المنبثق في الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء وكنيسة أهرم مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية وننتظر قيامة الأموات وحياة دار الآتية الله العظيم الأبدي الذي قبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس نازمته بظهور المحي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا ولنا ومخلصنا يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجند الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة
الرسولية. يا رب ارحم بمسرتك يا الله، املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية، بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصب. بشفعة والدة الإله القديسة مريم، يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا، نسجد لك أيها المسيح مع أبيك صالح والروح القدس، لأنك تيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة تسبيح الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. مستحق وعادل حقا بالحقيقة، مستحق ومستوجب. أيها السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدور، المالك الأبد الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به، ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجالس قفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة
والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات وإلى الشرق انظروا أنت هو القيام حولك الشاربين الممتلئون عينا والسرافين له ستة الأجناح يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل الشاروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصبا السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس حقيقتي أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا ضعنا فيه فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تأتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام زارت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم آمين تجسد أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق وسط الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهار بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا
هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من جهة خطايانا ندلا إلى الجحيم من قبل الصالحين. حقا وصعد للسماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوم للمجازاة هذا الذي أظهر فيه ليدين المسكون بالعان ويعطي كل واحد وواحد كحسب أعماله. كرحمتك يا رب وليس كخطايا الذي للتاق لأنه فيما ورسونا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين نظر إلى نحو السماء ليك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر آمين وبركه ونعترف ونماجد وقسمه وأعطى لخواصه التلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلاً خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اسمعوه لذكري هذا هو بالحقيقة آمين كذا أيضا
بعد أن أكلوا أخذت كأساً ومسكت من عصير الكرم والماء وشكرت. آمين. وباركتها. لتلاميذك القديسين ورسلك المكرمين قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة بين اتتنعوم بلخن باي اي كيفاي اوه انت تنسو ابول خن باي ابو طاي ارتن هي اي شمبا مو ارتن هير ومولوغين انت انستاز إرتن إيري إمبا ميري شاتي نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامته من الأموات وصعود السموات وجلوس عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بر...
خوف ورعدات. نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. ننصت بخوف الله يجعله جسداً مقدساً له. هذه الكأس أيضاً دم الكريم العهد الجديد الذي له أيضاً يعطى لمغفرة الخطايا عبدي لكل من يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وجميع الأساق فالأرثوذكسيين الذين فيها. ولنذكر يا رب أبانا الطباء المكرم رئيس الأساق فبطريركنا البابا أنباط ودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء مكاري. صلوا من أجل رئيس كنة البابا المعظم الأنباء تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقف المدينة العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنباء مكاري وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. الذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والديكونين وسبعة أغماط كنيسة الله. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل الموضع كل أجرة آبائنا الأرثوذكسيين.
من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب ارحم والساكنين فيها بإيمانه شعبك 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 وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك صارخين ارحمنا 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 يا الله الآب ضابط الكل ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا على شعبك بوحدانية القلب أعطي طمانينة للعالم ومزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب يوت السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صومي على نار في هذه السنة لكي يباركها المسيح لنا ويسعد أقل مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا. صدق مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض يروح حرثها تغفر أسمارها أعدال الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك نطلب اسمك القدوس لأن عن كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع ما نحسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. يا اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا لأن هذا رب وأمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك
تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبائنا القديسين وسلباء الأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصدقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، ولتلا القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد، والقديس تفانوس راي الشمس أول الشهداء، وناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس أويلس معلمنا ديوسكوروس، والقديس أثناسيوس الرسولي، والقديس بطرس رئيس الكهنة وخاتم الشهداء، والقديس يوحنا ذهبي الفم، والقديس سودوسيوس، والقديس سأوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات، والقديس إغريغوريوس الصانع العجائب، والقديس إغريغوريوس الأرماني، والثلاثمة والثمانية عشر المجتمع البنكي، والمية وخمسين بقسطنطينية متين بأفسوس، وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا، والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب، وأبانا أنبا يحنس القموس، وأبانا أنبا بشرب الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح، وأبونا أنبا بولا الطموي وحسقيال تلميذه، وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، واتسع الأربعين شهيدا شيوخ شهات، والقول القديس أنبا موسى وأحنس كاملقيس، وأبانا أنبا دانيال الأموس، وأبانا أنبا إسيزيروس القس، وأبانا أنبا بخوم أب الشركة وتدرس تلميذه، وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأنبا ويصا تلميذه، والشهيد العظيم مارمين العجيبي، والبابا كيرلس السادس، والأنبا براام أسقف الفيوم والجيزة، وأبونا ميخائيل البحيري تلميذه، والأرشزياك من حبيب جرجس، وكل مصاف قديسيك، هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. القارئون فليقولوا اسم أبائنا البطارق القديسين الذين ركضوا، الربين يحنفوسهم جميعا ويغفر لنا خطايانا. نذكرهم في فكر كل واحد، والذين في فكر كل واحد منا، والذين ليسوا في فكرنا
الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. وأيضا يا رب أذكر نفس عبدك المرحوم القديس أبونا الأمس أخنوخ سمعان في حضن آبائنا القديسين في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسين. اطلبوا أنا بين أخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، آبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة، ومعهم نفس أبينا المتنيح القمص أخنوخ سمعان، آبائنا القسوس إخوتنا الشمامسة، وعنياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا يا رب. في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام لجميع ولروحك أيضاً.
نشكر الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية غير المائتة. آمين. الجسد المقدس أسجد لجسدك المسيح الضابط الكل الرب إلهنا آمين آمين. صلوا بمقات الخلاص وذبيحة ناطقة سمائية هي الجسد الإلهي والدم الكريم اللذين لمسيحا الذي صار لنا طهرا وخلاصا ونعمة وغفران للخطايا شكر نصرخ نحوك أيها الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
بالمسيح يسوع ربنا سيمون توكيريو إكلنا آتي اجتماعاتنا باركة خلصت حقا ومع روحك بخوف الله أمين. يا رب ورحام يا رب ورحام يا رب ورحام القدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس امين. واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد هو الروح القدوس جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدسون وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. آمين. جسد ودم عمانويل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. حقا أعرف النفس أخيرا أن هذا وبالحقيقة الجسد المحيي الذي يأخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
من سيدتنا ملكتنا كل نواتنا الطاهرة قديسة مريم، واجعل واحد ملوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف لاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، وأسلم عنا على خشب الصليب المقدس بإرادته عنا كلنا بالحقيقة يوم أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطي عنا خلاصا وغفرانا الخطايا أبدية لكل من يتناول منه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب رحم. بالنسبة للتناول، مدام ميرفت هتتناول أول واحدة وبعدين تخرج تقف برة على الباب. كل واحد يتناول، بعد ما يتناول يخرج يسلم عليها. ومتشكرين جدا لمحبتكم وتعبكم.